والابن والروح القدس الان واحد امين. اصحابنا الحلوين نكمل مع بعض جزء كتير من ابانا الذي في السماوات بالابد. جيبن يو تتخني في قوي مارف توفون جيب كرو مارس اي ان جي تكمت اورو بيت هناك مارف شو بي اي مفريتي خينت في نمهي جين بيقاهي. خدنا لغاية هنا جزء جديد. بين اويكن تي راستي بين اويكن تي راستي بين اويكن تي راستي ميف بين اويكن تي راستي ميف بين اويكن تي راستي ميف نان ام فو او نان ام فو او نان ام فو او بين اويكن تي راستي ميف بين اويكن تي راستي ميف نان ام فو او بين اويكن تي راستي ميف نان ام فو او بين اويكن تي راستي ميف نان ام فو او بين اويكن تي راستي ميف نان ام فو او. نسمعها مع بعض بالترنيمه. يا أصحابي ما سمعناها بالترنيمة تعالوا نعرف معناها. دي معناها عيش والأكل هاكلهم بكرة. خبزنا دي يعني العيش، وإحنا بنقول خبزنا كففنا، في ناس تقول خبزنا الذي للغد. هو طبعا معناها يا رب خلينا إيه ما نبقاش جعانين، إحنا عاوزينك تبعت لنا الأكل والشرب واللبس زي ما وعدتنا، بس إحنا يهمنا أكتر إيه الاكل اللي يدخلنا السما. عارفه ايه الاكل اللي يدخلنا السما؟ مش عارفه. اللي تيتا بتعمله؟ لا طبعا، الاكل اللي يدخلنا السما هو ربنا يسوع نفسه، لانه قال لنا خدوا كلوا هذا هو جسدي. لما نيجي القداس ونتناول جسد المسيح ونشرب دمه المقدس، احنا كده بناخد خبز الحياه، كده يكفينا لغايه ما ندخل السما، ويبقى كأننا خدنا الأكل بتاع السماء من دلوقتي، فنقول خبزنا الذي للغد. أعطينا اليوم يعني النهاردة بس؟ لا بصي، أعطينا اليوم مرتبطة بخبزنا كفافنا، يعني عاوزين كل يوم نبقى إيه شبعانين بيك قبل ما نبقى شبعانين بأكل الدنيا. فخبزنا كفافنا أعطينا اليوم، يعني ادينا النهاردة وبكرة وبعده لغاية ما نروح السماء كمان.